هذه الندوه كانت مهمه لانه استعرضنا فيها واحد ربع قرن من التطورات ومن الاشكالات اللي حصلت في الصحافه والاعلام. انا طبعا تحدثت على الجانب ديال الصحافه المكتوبه اي الورقيه والالكترونيه، والتشخيص واضح كان لاننا احنا عندنا في الاغلبيه الساحقه مقاولات صغيره الان بالخصوص في الصحافه الالكترونيه، بمعنى انه 72% هي مقاولات اللي فيها من 5 إلى 1، وعدد كبير فيهم الصحافة الإلكترونية فيها شخص واحد، وهذا البنية الهشة تتواجد في الخصوص ما بين المحور ديال الجهة ديال الدار البيضاء والجهة ديال الرباط، بمعنى أنه ماشي في الأماكن اللي نعتقد بأن ما فيهاش واحد الدورة اقتصادية وإمكانات اقتصادية، لا، في قلب المغرب في قلب الدورة الاقتصادية مقاولات هشة وصغيرة، معنى أننا نحن أمام مشكل بنيوي. هذا المشكل البنيوي لابد أن يعالج باش تكون عندنا صحافة حقيقية وقوية، وباش يتعالج ماشي فقط بالدعم، الدعم مهم، ولكن لابد من سياسة عمومية على مختلف المستويات باش تكون عندنا صناعة ديال الصحافة في المغرب. أعتقد بأنه المغرب يستحق ذلك باش نقدم واحد المنتوج جيد للمجتمع، لأن المجتمع ديالنا يريد الجودة ويريد واحد الصحافة اللي كتمارس الحق في الخبر، كتعطي لهذا المواطن الخبر الحقيقي وكتعطيه التحليل وكتجعلوا باش انه يكون قادر على تكوين رايه في مختلف القضايا بصحافه احترافيه، بصحافه مهنيه، بصحافه اخلاقيه. موضوع الندوه كان قيم جدا، يعكس الانشغالات ديال العاملين في القطاع، طبعا تناول الانجازات بين قوسين والتحديات اللي عرفها الاعلام كل مشاربه خلال 25 سنة، وهي بالضبط المده الفاصله ما بين سنه 99 و 2024، اي مده حكم صاحب الجلاله الملك محمد السادس. في خلال هذه الفترة طبعا الإعلام في كل مكونات ديالو عرف تحولات كثيرة، سواء على المستوى التشريعي، القانوني، المؤسساتي، الهيكلي. طبعا فيما يخص المسار ابتدأ قبل ذلك بسنوات خلال المناظرة اليتيمة أعتقد ديال سنة 1993، المناظرة الوطنية للإعلام والاتصال، اللي خلالها بدأ التفكير الجدي ديال المهنيين والمنتسبين لهذا القطاع بضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تواكب الأجواء ديال الحريات التي بدأ التأسيس لها تقريبا بموازاة مع حكومة التناوب التوافقي ديال السي عبد الرحمن اليوسفي. خلال 25 سنة طبعا المجال الإعلامي الصحفي انقلب رأسا على عقب، حيث في المحصلة كما لخص ذلك تقريبا جل المتدخلين، انتقلنا من الصحافة الجماهيرية التي يكون للصحافي فيها دور الوسيط الباحث عن الخبر والناشر للخبر، إلى صحافة أصبح فيها الفرد هو الصحفي، واختفت تقريبا كل أوجل الصحف الورقية إلا النزر القليل، بحيث أنه كما قال نبيل بن عبد الله تقريبا 30,000 نسخة التي أصبحت توزع بدل 350,000 نسخة التي كانت توزع هذه 10 سنوات. الآن احنا انتقلنا إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي اللي ما بقاش حتى الفرد يقوم بدور الصحفي، ربما الآلات هي اللي تقوم بذلك، فهي تحديات وفي نفس الوقت هي مخاطر وجب التهيئ لها مثل ما كان التهيئ في السابق إلى المراحل التي تلت المناظرة.
إبراهيم الشابي صحفي ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان. أعتقد أن بالنسبة للحصيلة الإعلامية أو المشهد الإعلامي خلال هذه الأربع قرن وهي ذكرى فضية بالنسبة أعتقد للعهد الجديد وبالنسبة أيضا للصحافة المغربية أنها تميزت بشيئين أساسيين. أولا يجب أن نسجل مجموعة من الإنجازات التي يجب أن نعترف بها خاصة انطلاقا من 2002 عندما رفعت الدولة احتكار عهد السمع البصري وأنشأت الهيئة العليا لاتصال السمع البصري لهكا ووضعت أول قانون للسمع البصري سنة 2005 وفتحت الباب أيضا لمجموعة من القنوات من الإذاعات الخاصة والقنوات الخاصة، ولكن للأسف الشديد ما لبت أن انقلبت الأمور إلى 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 عكسها وأصبحنا نعيش ربما أقول ردة إعلامية خاصة على مستوى حرية الصحافة. فالآن يجب أن نذكر أن لقاء اليوم لم يتحدث عن الأزمات، أزمة حرية الصحافة، أزمة حرية التعبير، أزمة الحرية، حرية الصحفيين أيضا في البحث عن الخبر والبحث عن المعلومة. صحفيون موجودون في السجون، مواطنون مدونون في إطار الصحافة والنشر، لأن المدونة اسمها مدونة الصحافة والنشر موجودون أيضا في السجون، وبالتالي هذه العناصر الأساسية ربما أصبحت تخيم على بعض الإنجازات، أقول بعض الإنجازات التي يجب أن نتمنى، خاصة التي كانت في بداية هذه الذكرى الفضية ديال 25 سنة من المشهد الإعلامي المغربي. لذلك أتمنى أن تكون هناك كما جاء في إحدى المداخلات في القاعة أن تكون هناك إرادة سياسية، وأقول إرادة سياسية لا يمكن أن تكون إرادة سياسية. هناك من يتحدث عن إرادة سياسية وتحدث عن السمع البصري، لا يمكن أن نتحدث عن السمع البصري أن هناك إرادة سياسية باعتبار أن هناك مسؤول على القطب العمومي للسمع البصري منذ 25 سنة تقريبا هو فيصل العريشي، لا يمكن أن تغير وتطور السمع البصري بأشخاص لهم 25 سنة في مسؤولية، كأنه لا يمكن أن نجد مسؤولا عن الإعلام والاتصال في هذا البلد خاصة فيما يخص السمع البصري. أيضا يجب أن ننتقل من أن يصبح أيضا السمع البصري في المغرب عموميا، أنا أسميه الآن رسمي حكومي مخزاني، ولكن لا يمكن أن نقول عموميا لأن ليس له كما قال الوزير السابق للاتصال ناطق اسم حكومة سابق نبيل عبد الله أن ليس له من العموم إلا الاسم، إذا القطب عمومي ليس له من العموم إلى الإذن. بالنسبة للصحافة الورقية والصحافة أيضا الإلكترونية هناك اجتهادات، أنا أسجل أن هناك جانب كما أشار الزميل والصديق يوسف مجاهد، لدينا نسبة كبيرة أقولها نسبة كبيرة من الصحفيين والصحفيات المتميزات والمهنيين، ولكن لدينا أيضا في جانب آخر فوضى كبيرة خاصة على مستوى الصحافة الرقمية. أتمنى أن يعاد النظر في العديد من المقتضيات لدي مدونة الصحافة والنشر، أتمنى أن تعدل العديد مقتضيات أيضا عندما تحدثوا عن مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاث، قانون الخاص بالصحافة والنشر والقانون الخاص بالصحفيين المهنيين وأيضا حتى القانون الخاص المتعلق بالتجربة الأولى والأساسية الخاصة بالتدبير الذاتي اللي هي المجلس الوطني للصحافة. من بين الأساس من بين العناصر الأساسية التي يجب أن نسجلها أيضا في هذا ربع قرن أن للأسف الشديد أقولها للمغرب مؤسسة إعلامية لتكوين رسمية وحيدة وواحدة. كنا نتمنى كانوا يتحدثون في منذ خمس سنوات أن يكون هناك إيزيك برو إيزيك دو بروكسيميتي، إذا أن ننتقل من ليزيك في المركز في الرباط أن يكون هناك إيزيك يعني المعهد العالي للإعلام والاتصال في العديد في بعض الجهات على الأقل في بعض الجهات الكبرى، ليس بالضرورة أن يكون في 12 جهة ولكن على الأقل يكون في 6 جهات. ولكن على مستوى التكوين بالنسبة للأساتذة لدينا أساتذة أكفاء يجب أن نسجل ذلك، ولكن قلال باش نكون واضح أقولها بالدارجة قلال بزاف، أساتذة متخصصون في الإعلام والاتصال قلال جدا. هناك تكوينات في الشعب ديال الإعلام والاتصال في مجموعة ديال الكليات والجامعات وفي معاهد خاصة، ولكن الذين يوجدون في هذه الشعب في مجموعة من الجامعات وأنا درست في جامعات أجنبية عفوا جامعات في المغرب سواء جامعة عبد الملك السعدي أو جامعة ابن طفيل لا يوجد أساتذة متخصصون في الإعلام، وبالتالي هذا إشكال من الإشكالات المطروحة نتمنى أن نتجاوزها في المستقبل.